عزك عظيم يا عبدري، نلت بتقوى الله، يعرف ودر المادري إنك ولي الله. عزك عظيم يا عبدري، نلت بتقوى الله، يعرف ودر المادري إنك ولي الله. مشيت ألوف مألفي درب الهدى والمعرفة، مشيت ألوف مألفة درب الهدى والمعرفة، بشرق البلاد وبغربها انتشر ضياء الإيمان، ونهج الشريعة وحبها بهمة السلطان، شرق البلاد وبغربها نشر ضياء الإيمان، نهج الشريعة وحبها بهمة السلطان، بهمة السلطان. عزك عظيم يا عبدري، نلت بتقوى الله، يعرف ودر المادري إنك ولي الله. عزك عظيم يا عبدري، نلت بتقوى الله، يعرف ودر المادري إنك ولي الله. مشينا سوى النهج الرشيد جد وابن حتى الحفيد، مشينا سوى النهج الرشيد جد وابن حتى الحفيد، نهج الرسول المصطفى والآل والأصحاب والتابعين أهل الصفا، ما غيروا ما خاب. نهج الرسول المصطفى والآل والأصحاب والتابعين أهل الصفا، غيروا ما خاب. عزك عظيم يا عبدري، نلت بتقوى الله، يعرف ودر المادري إنك ولي الله. عزك عظيم يا عبدري، نلت بتقوى الله، يعرف ودر المادري إنك ولي الله، إنك ولي الله. شوقي تزايد والحنين لإمامنا القطب الأمين، لمحدث متفقه صدر الرجال العاملين، ملأ القلوب مهابة وسما بعين الناقدين، فكلامه حلو تكرر في نفوس السامعين، وحديثه عذب تسلسل من معين الصالحين، الطالبين رضا الإله الناصحين المشفقين، ترك التنعم أسوة بالأولياء العارفين، عرف الحقيقة بالشريعة إن هذا العلم دين، يا أيها الشيخ الدليل إلى صراط مستبين، يا مقصد المسترشدين وقدوة المتتبعين، أقسمت أنك جهبذ فعلت شمائلك اليمين، لله قمت معلما
زمن الكسالى القاعدين خلفت دنيا حالها غدارة عبر السنين قومتنا بعقيدة علمتنا النهج الثمين خالفت نفسك فاستقامت للشريعة تستكين أمضيت همتك التي عند المصائب لا تلين لتزيل كل ضلالة بالحزم والعزم المتين حسدوك إذ وجدوا الألوف على طريقك مقتفين نشروا الأكاذيب المشينة عن جنابك مفترين لكنهم عادوا بخسران وذل خاسئين فنقاء ثوبك ظاهر يزهو بعين الناظرين والله أيد عبده رغما لأنف الحاسدين يا شيخنا سلطاننا تبقى دليل الحائرين وحسام أنت إمامنا ولمحض أمرك طائعين وعلى الطريقة خلفكم نمشي معا متطاوعين فسفينة التقوى جرت يا ذل من ترك السفين فسفينة التقوى جرت يا ذل من ترك السفين. نحن ما أتينا بدين جديد لكن الذي لا يميز قد يقول إذا سمع منا كلاما هو حق وصحيح من جهله. نحن والحمد لله على الخط الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام، ما فتحنا للناس خطا جديدا، يعلم ذلك من يعلم. درب الرسول ما بدلا صعب بزماني وكملا شال الحمل من أولا بالخير نور دنيتي إن من خير ما تنفق فيه الأوقات إحياء العلم النافع والمسابرة على نشره للكبار والصغار، فإن في ذلك حفظ حقوق الله وحقوق العباد. أهم العلم العلم بالله وبرسوله، ولا ينبغي أن يكون الإنسان قاصر الرغبة في الازدياد من العلم. لقد قال الله تعالى لنبيه وقل رب زدني علما، ولم يأمر نبيه بطلب شيء من الازدياد منه إلا العلم. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشبع مؤمن من خير يسمعه، وفي هذه الآية وهذا الحديث تحريض مؤكد على تحصيل العلم ونشره. فلا يفتكم هذا الخير العظيم، اصرفوا إليه هممكم، وفقكم الله. بعلم الشيخ السلطان عرفنا معنى الإيمان، إنه المولى تعالى موجود بلا مكان. بيروت بعلم الشيخ السلطان عرفنا معنى الإيمان، حسن الخلق معناه بذل المعروف للناس أي الإحسان إلى الناس، وكف الأذى عن الناس، وتحمل أذى الغير. فمن تمسك بهذه الوصايا فهو من الأعلين درجة عند الله. لو كان لا يصوم إلا رمضان
ولا يصلي إلا الصلوات الخمس، فهو كالرجل الذي يقوم الليل يصلي والناس نيام، ويصوم صياما متتابعا، هذا وهذا درجتهما سواء، هذا بحسن خلقه وذاك بكثرة الصلاة والصيام. بيروت علي راسك بيروت بمعلم التوحيد، رجعت المنارات شاشع من جديد. بيروت علي راسك بيروت بمعلم التوحيد، رجعت المنارات شاشع من جديد. بيروت يا زهرة بيلسان، لما اجى السلطان دورت يا بيروت. من النصائح التي مرت على مسامعكم وهي تقليل التنعم أو تركه، والنصيحة الثانية تقليل الكلام، أي لا ينبغي أن يتكلم الشخص إلا فيما يعنيه، أي إلا فيما ينفعه في دينه أو في معاشه أي في أمور معيشته، ويدخل في ذلك إيناس الغريب من لقيه مسلما غريبا مطلوب أن يؤنسه بالكلام الطيب ولا يتركه يستوحش. وليس معنى تقليل الكلام أن يظل الرجل مطبقا شفتيه لا يتكلم لا بخير ولا بشر، لا، أما بالخير فيتكلم ويكثر جهده من ذكر الله تعالى وتعليم الناس ما ينفعهم في دينهم وما أشبه ذلك. والأمر الثالث ترك الغضب، فإن الغضب مهلكة كبيرة، ما أكثر من يهلكون بسبب الغضب. كثير من الناس الذين يتكلمون بألفاظ الكفر إنما يتكلمون بسبب الغضب، يكون سبب كفرهم الغضب، يحملهم الغضب على الكفر. وكذلك القطيعة بين المتحابين وبين الأقارب أكثر أسبابها الغضب. أما ترك التنعم ففيه فوائد كبيرة لمن تأمل، لأن التنعم يدعو الإنسان إلى الجشع وزيادة الطمع في حب المال، ثم أن الإنسان إذا تعود التنعم ثم تغيرت حالته يحاول أن يصل إلى ذلك التنعم بأي وسيلة من الوسائل، إن كان بطريق الحلال أو إن كان بطريق الحرام، همه أن يعود إلى ذلك التنعم الحال الذي كان عليه من التنعم، هذا همه. ثم إن التنعم مبخلة، أي يخلي الإنسان يبخل عن الدفع في وجوه الخير، يقول إذا دفعت هذا المال لهذا المسكين أو لهذه المصلحة الدينية يضعف تنعمي أو يذهب تنعمي فيبخل عما فيه فلاحه، ويكون حاجزا بينه وبين أعمال البر. والله سبحانه وتعالى أعلم. تركت قلبي عندك يا عبدري رمت غردك، تيمت عمري وفكري، من للمتيم بعدك؟ علمتني كيف أسعد وحب حبي محمد، وأشهد اليوم أن قد بذلت في النصح جهدك، من للمتيم بعدك؟ يهنيك يا حبشي في العلم قدر علي، والظن فيك نقي، فنحن نعرف زهدك. شيبي أنت إذا
وغرامي، وإنني في هيامي بايعت أحفظ عهدك. من للمتيم بعدك يا سعد قلبي هناه، في يوم يلقى مناه علي جاد الإله، إذ كنت قبلت خدك في البين قلبي تردى، ولم يطق عنك بعدا، فليت فقدي تبدى قبلا فلم ألق فقدك. من للمتيم بعدك؟ جد بالوصال طبيبي، عساك تطفي لهيبي، فأنت أنت حبيبي، قصدي أوافق قصدك. يا شيخ فعطف علينا، وانظر برفق إلينا، سيبلغ مجدك. يا شيخ فعطف علينا، وانظر برفق إلينا، فكل مجد لدينا لا ليس يبلغ مجدك. أيها الأكارم، إنه مما لا شك فيه أن الإنسان العاقل يصبو إلى الشرف ويسعى إلى الانتماء إليه. وفي هذا المقام اسمحوا لي أن أعبر عن شرف انتمائنا إلى العديد من الفضائل والمكارم، فأقول: لنا شرف الانتماء إلى دين هو دين كل الأنبياء، دين آدم وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد وسائر النبيين عليهم الصلاة والسلام، لأن الله تعالى يقول: إن الدين عند الله الإسلام. لنا شرف الانتماء إلى أمة هي خير الأمم، لقوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فالإيمان أيها الأحبة اعتقاد أن الله تعالى موجود، لا يشبه الموجودات، لا يشبه إنسانا ولا ملكا، لا يحويه مكان ولا يجري عليه زمان، لا يسكن السماء ولا الأرض ولا غيرها من الأماكن، لأنه خالقها، فهو تعالى موجود بلا مكان. وصف نفسه في القرآن الكريم فقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لنا شرف الانتماء إلى أمة قائدها النبي الأعظم العطوف الأرحم سيدنا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. محمديون 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 محمديون. لنا شرف الانتماء إلى أمة أكثر أهل الجنة هم منها، حيث ورد أن أهل الجنة يوم القيامة يكونون 120 صفا، 80 صفا
هم من أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لنا شرف الانتماء إلى أمة خلفاء الرسول فيها صديق وفاروق وذو النورين والكرار. لنا شرف الانتماء إلى الأشاعرة الذين منهم من حرر القدس الشريف. عنيت السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه. السلطان صلاح الدين، السلطان صلاح الدين. والانتماء أيضا إلى الماتوريدية والذين منهم من فتح القسطنطينية. عنيت السلطان محمدا الفاتح رضي الله عنه. يا أحبابنا، لنا شرف الانتماء إلى جماعة إذا ذكر علم التوحيد أشير إليهم بالبنان، وكذلك إذا ما قيل لمن سب الله أو سب النبي أو دين الإسلام هذا الكلام يخرج من الدين تشهد، يقال لهذا الناصح أنت من تلاميذ الشيخ عبد الله الحبشي. لنا شرف الانتماء إلى جمعية بنت المؤسسات الدينية والتربوية والاجتماعية والكشفية والإرشادية والشبابية والصحية والإعلامية والرياضية بعرق الجبين على وفق الكتاب والسنة. لنا شرف الانتماء إلى جمعية رأسها رجل بألف مات شهيدا، هو سماحة الشيخ نزار حلبي رحمه الله، ويرأسها ثقة عدل نير عقله من أهل الفهم والمشورة والحلم والتواضع والزهد والورع، هو سماحة الشيخ حسام قراقيرا حفظه الله، وأسسها ورعاها ووجه إليها وحفظها العالم العلامة والحبر الفهامة، قدوة المحققين وعمدة المدققين، محدث الدنيا مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمات الله عليه. فيا أحبابنا بعد كل هذا الشرف العظيم من الانتماء إلى ما ذكرت، هل يوجد في هذه الدنيا ما يستحق أن نبيع هذا الشرف لأجله؟ لا والله، ولو بكنوز الدنيا ومالها كله لا نبيع هذا الشرف. وقد صدق مولانا الشيخ عبد الله حين قال: الانتساب إلى جمعيتنا شرف. نعم، وأي شرف. ولذلك نحن ثابتون على هذا النهج الوسطي المعتدل وراسخون رسوخ الجبال الشامخات خلفك يا سماحة الشيخ حسام قراقيرة بإذن الله تبارك وتعالى. قدما نمضي بمسيرتنا، سنتابع دربك قائدنا، وسنغدوك الأبطال، تبنى فينا الآمال، وسنغدوك الأبطال، تبنى فينا الآمال، وسنرفع مشيئة ربي يحفظنا. حسام البطل الصامد من يسمو بالرب،
وداعا وداعا رحلت رحيل الكبار وخلفت فينا حساما أسد يرى الكل أني قوي القرار ويأبى اعترافا بهذا حسد بنور هداك عمرنا الديار بصوت الفلاح ملأنا البلد ولي وذاك كشمس النهار وما غبت لو غاب عنا الجسد أنا مسلم شيخه قد أعار نجوم السما ضوءها إذ وفد أقول يغار الذي قد يغار فشيخي على عرش قلبي قعد هو العبدري غوثنا باختصار ويبقى قريبا إذا ما ابتعد أقام ببيروت ثم أغار على الجهل بالعلم والمستند وكان لنا خير عون وجار لغير إله السماء ما سجد قضى العمر ما للصعاب اعتبار قضى العمر ما للصعاب اعتبار يصون ويحمي حمى المعتقد بلان أنا حبشي المسار علي المعول والمعتمد بلال أنا حبشي المسار علي المعول والمعتمد فديني عصي على الانهيار وديني فداه أبي والولد وصخرتهم فوق صدري فخار ولن يسمعوا غير قولي أحد إذا ما رمينا بأحجار نار رددنا عليها بماء البرد وعندي شموخ يدك الحصار ويملأ صدر العدا بالكمد كأن اعتزازي بنفسي صار طريقا مليئا لهم بالعقد وجمعيتي خيمة الانتصار وخيمتهم خيبة لا وتد وقبلك غاب الحبيب نزار وقبلك غاب الحبيب نزار وقالوا غدا يضمحل العدد وقالوا غدا ينطفي ما أنار فإذ من محمد يأتي المدد ويأبى أحباؤك الانكسار وتبقى تعاليمكم للأبد سيرتنا خطوة للعلا ها هم رجال العبدر هاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال ها هم رجال العبدر هاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال من عزمه قد استقوا عزما وللعلى ارتقوا من عزمه قد استقوا عزما وللعلى ارتقوا يا فوزهم لما اتقوا رب البرايا ذا الجلال رب البرايا ذا الجلال رب البرايا ذا الجلال ها هم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال ها هم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال أنصار دين المصطفى بسعيهم عم الصفا أنصار دين المصطفى بسعيهم عم الصفا من نهجهم قد اقتفى يزينه حسن الفعال يزينه حسن الفعال يزينه حسن الفعال ها هم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال ها هم رجال العبد إهاماتهم مثل الجبال ولو بكوا فإنهم لدين أحمد الرجال لدين أحمد الرجال أنزل الله عليك شآبيب رحمته وأمطر قبرك بسحائب رضوانه وبلغك الله منازل
يا صاحب الفضل علينا في أمور ديننا وآخرتنا، جزاك الله عنا خير الجزاء وأجزل لك مثوبات الأجر. يا حبيب الله، يا ولي الله، رحمك الله ورفع من مقاماتك وجعل مثواك مع النبيين والصديقين والشهداء. اللهم انصر أمة سيدنا محمد على أعدائها وأعدائك، واجمع شمل أمة سيدنا محمد على منهاج سيدنا محمد. يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا رب العالمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.